مساء الخير عليكم، كي عشيتوا؟ لاباس غايه الحمد لله. اليوم جبت لكم، غادي ندير لكم الميني مطلوع، بصح ماشي الميني مطلوع محشي، غادي ندير لكم غير مطلوع. دوك ان شاء الله تشوفوا معايا الوصفه، تبعوا معايا الفيديو، غادي ندير عشاء خفيف، ندير العشايه وتعلمها نصورش معكم باش كل وحده تدي فكره ان شاء الله. هنا بسم الله عندي هنايا في العجينه، عندي هنايا غرفيه كيله تاع الحليب، كل واحد تبغي تكثري كبري غرفيه، تبغي تصغري ديري كاس، تبغي تدي موين ديري غرفيه كيما هكا تاع حريره. عندي غرفيه، نبداو بسم الله. هنا دوك نحطو، نقول معكم المقادير، غادي نديره بالحليب هذا، غرفيه تاع حليب وغرفيه تاع ماء دافي. هنايا راني دايره غرفيه حليب وزيد معاها غرفيه ماء دافي. هنايا هنا عندي مغرفه تاع خماره تاع العجين، مكطوش خماره خاطر راه الحمان، انا راح حامي اليوم غبيها، قلت ندير لهم حشا خفيف. هنا عندي مغرف تاع سكر، وعندي هنايا زوج مغارف تاع زيت. هذا المكان، وهنا الفارينه بالطبع، الفارينه والملح بعد نديرو، نخلط هاد السوائل، نخلطهم غايه الغايه ونغطيهم ونخليهم يتفاعلوا مليح، ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا كي نكملوا المطلوع تاعنا ان شاء الله. هنا صاير الخميره تاعي راهي تفاعلت، شوفوا هنا كي خملت لي. هنا دوك ندير الملح، الملح على حسب الذوق، ندير شويه تاع الملح، وهنا نلم بالفرينه. صاي لميت العجينه تاعي، دوك هنا العجينه تاع المطلوع الى قتني كيما فهمتكم، الى تكون تتلصق، الى تتلصق كيما هاك هاكا. دوك خلوها دوك نقي يدي، دوك نغطيها نخليها تخمر غايه، ونرجع معكم باش تشوفوها كي ولات ان شاء الله. هنا العجين تاعي شوفوه راه خمر، راه شوفوا تفاعلت، راهي خمرت غايه مع شويه الحمان. هنا دوك نبدا نقطع في الخبيزات، هنا دوك اليوم غير خبيزات صغار كيما هكا، يجو ظريفين ما يجوش باسلين هكا. هنا عندي هنايا المخلطه، هنا شويه سميد داك الرطب كاع مع الفرينه، نحطهم هنايا. هنا نزيد معكم الخبزه هنايا هكا هكا، وحطهم في السميد. هنا نديرهم هكا في السميد والفرينه، طلعوا هكا هكا هكا، رمدوهم غايه باش ما تلصقش هكا هكا، ملعوا غايه زيروا كيما هكا هكا، وحطوهم هنايا. وكان نقطع كاع الخبيزات تاعي، رمدهم في السميد والفرينه، نرجع معكم ان شاء الله. هنا راني نقرص في الخبيزات تاعي هكا هكا. هنا راني دايره سربيته تاع المطلوع هكا تكون نقيه، راني دايره هذه دايرتها سبيسيال تاع المطلوع. هنا دوك نحطهم هكا يخمروا هكا، رقوهم شويه باش ما يجيكمش معجنين الداخل، ما تزيدوا تفاخسيوهم يجوا معجنين، ما يجيكمش شابين. هنا تاني نزيد نقرص معكم خبيزه هنايا هاكا، انا ندير الوراق شويه نعاون روحي بيه باش ما نغبنش هاكا. الا شتوها تلصق لكم ديروا ديروا هذاك الفرينه مع السميد وبدو تحلو هاكا، حطوها كيما هاكا هنايا تخمر هاكا هاكا، زيدوا قرصوها شويه. دوك نزيد حبه وحده معاكم شوفوها. هنا جاوني خيرتك يا ربي، داك الكيله اللي درتها ما عادش حاجه، جاوني الخبزه. دوك من بعد نحسبهم وتشوفوا معايا، جاو الله اعلم جاو 10، هيا كل واحد ياكل زوج خبزات باش يشبع ان فوا بوغ توت. هنايا ها هنايا شوفوهم هنايا
دوك انا نكمل داك الخبيزه تاعي، نخلي نحلهم كاع، نقرصهم كاع، نديرهم هنايا يخمروا، نزيد نغطيهم ونخليهم يخمروا، ومن بعد تشوفوا كي نطيبهم ان شاء الله. هنا صاير المطلوع تاعي راه خمر، ها شوفوا هنا كي خمر، الا كي خمر مش ما تخلوش يخمر حتى يفيض، ما يجيكمش شباب بالخف يهود لكم، يخمر نورمال. انا راني دايره الطاجين تاعي راه يحمى، دوك نطيبهم وتشوفوا معايا من بعد ان شاء الله. هنا صاير راني رميت المطلوع، شوفوا هنايا راني درت غير ثلاثه الطاجين، هنايا تشوفوا كامل يتفخوا معايا. هنا دوك نشوفوا نقلب وحده وتشوفوها ما نش عارف كي راهي لا طابت ولا مازال هكا. انا نبغى نقلب يدي تجيني ساهله هكا. نقصوا له الغاز شويه وما تطلقولوش النار باش ما يقعدلكمش عجين من الداخل ومن برا تجي بالكم احمر، بصح هو مازال ما طابش. نقصوا له وخليه يطيب نار هاديه شويه ماشي فور. دوك نطيبه هنا كاع المطلوع، نطيبه نقعد نقلب فيه كيما هكا، نطيب كاع المطلوع تاعي ونرجع معكم ان شاء الله تشوفوا كي طاب. هنا شوفوا خواتاتي صاير المطلوع راني طيبته بالخف، خمس دقائق باجي ندير فيه ثلاثه زوج خطات ثلاثه نكمل معاه. هنا شوفوا هنا هذا راه حامي، هذه شويه بارده، شوفوا هنا كي جا واحد المطلوع جا خفيف، شنو نقول لكم قطن عندكم كي داير. هنا دوك نشوف نحل لكم وحده شوفوها من الداخل عندكم كيجي خاوي، يجي ما شاء الله. نشوفوا راه كي القطن مانيش قاده حتى نرفده من الخفوفيه. دوك نوجد لافارس تاعي، نوجدها ونعمره وتشوفوا معايا بصحن التقديم. هنا غادي نبدا نعمر معاكم المطلوع، ها هو لهنايا راني حاطاته هنايا راه برد مليح. هنا دوك نبدا، هنا عندي فرماج، هنا عندي لي فخي تاني قليتهم، وهنا عندي الطوماطيس درتها دي غوندال، وهنا الكفته تاني درتها هكا دي بولات وقرصتها وشويتها، شويتها هكا ما درتلها لا زيت لا والو. وعندي هذا الفرماج تاع لي زومبورغر، هذا مكان سلطه ما عنديش ما بغيتش ندير، ما نكلفوش رواحنا، اللي عندكم ديروه، المهم تفرحوا وليداتكم. نبغى غير فرماج ولي فخيت بزاف. هنا ندير الفرماج هكا، نطلق بلا الفرماج. هنا عندي البطاطا تاني، تعرفوا داير يبغوا البطاطا، هذه هي. هاكا هنا عندي هذيك الطوماطيس، عندي هنا شويه تاع مايونيز كانت باقيت لي شي بزاف، درت هاكا ندير شويه تاع مايونيز كيما هاكا من الفوق. ندير هذيك الكفته ها لهنايا، وهنا مادام الكفته حاميه ندير فوقها هذا الفرماج باش يدوب مع فوقها يجي شباب. هاكا نحطوه كيما هاك ونبلعو، هادي هي. نشوفو هنا كي يجي شباب ما شاء الله. هنا دوك نزيد معاكم خبزة، شوفو هنا كي نحلها كي الفرماج هكا. تبغوا تزيدوا كثروا الفرماج كثروا اللي عندكم ديروه، شي خفيف وساهل ما يشدلكش الوقت بالخف. كل واحد يعطي ساندويتش تاعه، كاس جي ولا كاس ليموناد ولا هذا مكان هكا، شويه مايونيز هكا دوروه كاع. لي زومبورغر تاع عرب هاكا ونبلعو. ها هي شوفو
مطلوع جا خفيف كل. انا درت لكم تسمى الوصفه تاع المطلوع، وانتم اللي عندكم عمروا الحشو اللي عندكم ديروه، تبغوا ديروا كل اللي عندكم ديروها. انا دوك نكمل كاع دوك الخبيزات تاعي نعمرهم وشوفوا معايا ان شاء الله من بعد صحن التقديم. صافي خواتاتي، راني المطلوع تاعي اللي حشيته اللي طيبته معاكم شفتوه كي خدمته راه وجد. شوفوا هنا كي جا شباب ما شاء الله. هنا عمرته كيما قلت لكم هنا بالفرماج. ها شوفوا هنا كي ديو فوق الكفته حاميه يدوب هنايا. هنا دوك راهي قارعه وليداتي، راهي قارعه في العشاء راهي قلقوا فيا حطينا ماما حطينا ماما. قلت لهم خلوني تنكمل نصوره يشوفوه يشوفوا حباباتي كاع باش يتعلموا ويدوا فكره شابه. وهنا راني موجده تاع ليموناد قرعه تاع كوكا يبغوا يشربوا كوكا هما. هذه هي دوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، قارعوني ان شاء الله فيديو الجاي. مع السلامه.